Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma'akoum Cheyma et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose des donuts sucrés, les kijis au très moelleux, fifine, chichine, ou l'essentiel, fait chez Koulou, mais qui cherbouche bêtette, et ainsi, fait chez Kalhibon, Kliwom. Avant de passer les ingrédients, à dire que le combat de Saunich, Michira Kaskilkom, Tartaljara, je vous souhaite à chaque instant vos likes, vos commentaires et surtout vos partages avec la famille et les amis Kilkom. Donc, on va voir ensemble, je n'aurai pas dit jour, les ingrédients, il y a les donuts qui ont. عندي هنايا 40 غرام ديال الزبده الكسكوب لا طومبيراتور امبيونت كويار كافي ديال لا ليفور شيميك 20 غرام ديال لو لي اون بودر معلقه ديال القهوه ونص ديال الخميره المعجونه باش كنعجنوا جوج ديال لي جوندور صفار البيض غادي نحتاجو 40 غرام ديال السكر 160 غرام ديال الحليب اي اون ميم طون 300 غرام ديال لا فارين اللي كتكون تكون دو بريفيرونس تكون كاليتي مزيانه Donc, on a une soupière d'yelti ou la chair récipient, peu importe. On a les 300 g de la farine. On a une chimère de la La levure chimique. دونك معلقه ونص معلقه كويره كافي ديال الخميره المعجونه وكويره كافي او بيان ساشي وحده ديال لا ليفور شيميك غادي نزيد ديك لي 20 غرام ديال لو لي اون بودر يعني الحليب المجفف غادي نزيد عليهم السكر لو سكر بيان سور سان اوبليي ديك البانسيت سيل غادي نهز ما سباتول و جو اسيي باش غادي نحرك هاد لي زانغغيديون سيك ابري غادي ندير واحد الحفيره في الوسط غادي ندير لي جون دوف ديالي لي دو جون دوف غادي نخوي الحليب الحليب حتى هو دو بريفيرونس يكون بلا طومبيراتور امبيونت ما يكونش بارد يعني الا كان في الثلاجه حاولوا بانكم تخرجوه قبل ابري غادي نحرك بماسباتول ديك لي جون دوف مع ديك الحليب وانا كنحاول نجمع العجينه ديالتي دابا غادي نحاول نجمع العجينه بيدي لان فان كونت اليدين هما اللي كيصلحوا هما اللي كيساعدونا باننا نجمعوا العجينه ديالنا مزيان وباش الا كنا حابين حتى نعركوها اليد كتصلح لنا احسن فاحسن دونك كما كتشوفوا في لا فيديو اون فوا جمعت العجينه ديالتي هنا راه مازال ما عركتها ما حتى حاجه اون فوا جمعت لي مزيان غادي نحاول نزيد ديك الزبده اللي هي باش قلت لكم تكون بلا طومبيراتور امبيونت بحراره المطبخ ما تكونش بارده الا كانت بارده حاولوا تخرجوها من الثلاجه الليله قبل وبيا خرجوها في الصباح وخليوها على ما ترخان شويه عاد عجنوا بها الوغ اون فوا العجينه ديالنا درنا فيها ديك الزبيده دابا اون فا اسيي باش غادي نعركوها غير بالعقل غادي تبان لكم بان لاباط كتلصق مي ما تخافوش راها من بعد غادي تجمع غادي تبقاو غير ماشيين معاها بالعقل وانتم كتحركوا بهذه الطريقه هذه وانتم ماشيين يعني اونتر واحد 8 دقائق حتى 10 دقائق وانتم كتصوبوا بيديكم بهذه الطريقه حبيتوا تعملوا العجان لو بيترا ممكن تعملوه انا هنايا ليصر العجينه ماشي كثيره بزاف دونك جو بريفير بانني نزلتها غير في لو بلون دو طرافاي ديالي وكنصوبها بهذه الطريقه هذه يعني هانتوما كتشوفوا كتاخذ واحد شويش الوقت في العريك سي با غاف ولكن من بعد راه كتجمع لنا وكتولي لنا لاباط ديالتنا زوينه رطيبه ومرخويه هاد الطريقه اللي كتشوفوا في لا فيديو هذه واحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف زعما كنصحكم بها سواء بوغ لي دونات
سواء بوغ الا كنتو باغيين تعجنوا حتى شي عجينه اللي ديال لي بيتي بان بيان ديال لي بريوش. هاد الطريقه باش كتضرب هذه راه الطريقه ديال لي باتيسيي كيديروها. هادي راه كتساعد بزاف 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 بانها كتعرك بواحد الطريقه اللي هي فريمون غزاله. دونك فوالا اون فوا عركتها بيان كوم الفو كما قلت لكم ما بين 8 حتى 10 ديال الدقائق، ومن بعد ما شفتوني كنضربها في البلون دو طرافاي غنشد ما سوبيير نفس السوبيير تقريبا اللي درتها فيها اللي كانت فيها في الاول فاش جمعتها، غندهنها بالزيت وغادي ندير ديك الكويره ديال لي دونات ديالي من بعد ما عركتها مزيان، وغادي نغطيها بابي سلوفان وغادي نخليها ترتاح المده ديال ساعتين د المكانه. هانتوما كيما كتشوفوا من بعد ما خليتها ترتاح يعني دازت واحد ساعتين المكانه، انا درتها بابي سلوفان وزدت غطيتها بنيدل باش كترجع فيها الروح وكتخمر فاسيلمون. دابا فهاد اللحظه هادي انا درت لها بهاد الطريقه هادي بوغ كنسي بوغ لا ديكازي باش نخرج من هذيك الغاز. من بعد غادي نهزها تو سامبلومون، دابا ما غادي نعركها ما حتى شي حاجه، غادي نخليها سو فورم ديال هكا ديال الدائريه وغادي نحاول نقسمهم باش غادي نخرج الكويرات ديال لي دونات ديالي. هنايا الحجم اللي حبيتو نتوما ممكن ديروه، انا هنايا راني قسمتها على 4 ومن بعد كل 4 غادي نقسمها عاوتاني على 2. حبيتو نتوما الربع تنقسموه غير على باردون، انا قسمته هنايا على 3 سمحوا لي قسمته على 3، حبيتو نتوما تقسموه غير على 2 كل واحد والحجم اللي كيحب ديال لي دونات والحجم اللي كيحب ياكل. من بعد ما درت لهم هكا كما شفتوا بهذه الطريقه انا وريتكم بعد ما قسمتها كنحاول نجمعها بهذه الطريقه هذه. هذه عاوتاني واحد الطريقه اللي هي مزيونه اللي كترجع كتعرك اون اوتغ فوا، وحنا كنجمعوها بهذه الطريقه هذه. حبيتوا غير تكوروها بحال التكويره اللي كنكورو العجين يا با سوسي، وغادي تشدوا بابي كويسون وغادي تقطعوه بهذه الطريقه هذه باسكو ابري انتوما غادي تشوفوا علاش نزلتو على لو بابي كويسون ما نزلتوش نيشان على شي بلاطو وبيا على الرخامه ديالتي. يعني قطعوهم دي كاري كوم سا، وكل بوتيت بول حطوها على ان كاري ديال لو بابي كويسون، قطعوه مربعات صغار على الحجم. وغادي نكمل بهذه الطريقه ديالتي وانا كنجمع بهذه الطريقه. انا هذه طريقه قلت لكم درتها من نفسي، كنعاود نزيد نجمعها هكا باش كتزيد كتعرك مزيان. حبيتو نتوما تجمعوها كما قلت لكم تكورو تنسلو كورو ونزلو تو سامبلومون. الوغ هنايا من بعد ما كورتهم وحطيتهم خطيتهم بابي سلوفان اللي كنت مغطيه به لا بروميير فوا العجينه ديالتي وخليتها ارتاحت بوندون 15 مينوت، يعني كما كنقولوا على ما كترجع فيها العجينه الروح. غادي نخليهم بهذه الطريقه هذه وغادي نشد انتما كما كتشوفوا راني كنرش بالفرص علاش حيت باغا ندير لهم تقيبات في الوسط. دونك شدوا الى عندكم هذاك راه كيتباع دو فاسون راه كيكون مدوركم سا باش كنتقبوا لي دونات في الوسط، سينو الا ما عندكمش كيما درت انا شديت غير ديك الريوسه ديال لي بوشادوي وغادي نحاول نتقب لي دونات ديالي غير كنرشهم مزيان بالمايزينا، سمحوا لي ماشي بالفرص كنعتذر بالمايزينا وبهم باش غادي نتقبهم. قبل ما غادي نبدا نتقبهم فاش رشيتهم بالمايزينا شديتكم صغير زليفه وبديك القبيع ديال الزليفه غادي نحاول نبسطهم بهذه الطريقه تبسيطه خفيفه ما نبركوش بزاف. دابا غادي نشد ديك الريوسه ديال لي بوشادو كيما قلت لكم غادي نديرو شويش في المايزينا وابخي غادي نديرو فوس لي دونات ديالي باش غادي ندير ان بيتي ترو او ميليو، ومن الاحسن ديرو في المايزينا وعاود صوبو باش ما يسقلكمش يبقى لاصق لكم تمايا. وغادي نمشي على هاد الطريقه هادي من بعد ما بسطتهم كاملين ديك السليفه كيما قلت لكم بسطو غير شويش ماشي بزاف. دابا من بعد ما صوبتهم ودرت لهم ديك لي بيتي ترو كاملين غادي نخليهم يرتاحوا عاوتاني غير جوست 5 مينوت ونطوندو على ما عمرت المقله ديالي بيان كوم الفو بالزيت. كما كتشوفوا خاص المقله تكون عامره مزيان، وعلى ما كتسخن المقله يعني للعافيه كنديروها طالعه يعني كنديروها مجهده، على ما كتسخن الزيت كنهزهم بديك الكويرطات ديالهم وكنسيبهم. هذه هي باش كيصلحوا الكويرطات، لان الا جينا نهزوا لي دونات من بعد ما خمروا ورجعت فيهم ديك الروح غادي يبقاو لنا لي تراس ديال الصبيعات ديالنا في لي دونات وغادي يجي المنظر ضايع. دونك دي بريفيرونس كنهزوهم افيك لو بابي كويسون كنديرهم ابري غير كنقلبوا بهذه الطريقه هذه كتهزي لو بابي كويسون ساهل ماهل كيتحيد لك فاسيلمون. دونك اون فوا كنديروهم كنزلوهم ملي كتكون الزيت سخونه حضيو
وردوا البال سور لو شون ميم با اون مينوت قلبوهم سور لو شون باش ما كيتحمروش دغيا اي اون ميم طون ملي كنحطوا لي دونات ميم با اون مينوت وكنرجعوا نقلبوهم كيتنفخوا بواحد الطريقه اللي هي هائله. انا شديت هنايا اوليو باش نشد الفرشيطات شديت ديك القطيبات باش كنصوبوا القطيبات ديال العيد وهبا باش كنحاول نقلبهم بشويه لان الفرشيطات تقدر تقبهم ليا في الوسط وغادي يتفشوا وكنحاول اون ميم طون نهزهم غير بديك القطيبات هانتوما كما كتشوفوا احسن من الفرشيطه لان تيقوني الفرشيطه غادي تقبلكم شي وحده دونك كنحاول نحشيهم في الوسط ديك لي طرو وكنهز لي دونات ديالي وبيان سور كنكون حاطهم على شي لو بابي سوبالان باش كيشربوا الزيت. من بعد ما قليتهم غادي نشد هنايا اون سوبيا غادي ندير تقريبا واحد كاس العنبه ديال السنيده وغادي نخوي فيه واحد الساشي ديال لافاني وغادي نحاول نخلط مزيان ديك السنيده مع لافاني باش كتعطينا ديك لوغو اي ابري غادي نهز لي دونات ديالي وغادي نحاول نصوبهم هكا في سنيده وغادي نحطهم في التفصيل ديال البريزونطاسيون. انا هنا راه خديت لي دونات ديالي حتى بردو حيت قليتهم وعاد رجعت كان شي واحد اللي غادي يساعدكم كي تخرجوهم الزيت وتحطوهم ميم با اون مينوت وصوبوهم كوم سا سنيده وداكشي كيهزو وكيبان المنظر ديال السنيده فيهم احسن فاحسن. انا على ما كملت القليان عاد صورتهم دونك فوالا لي دونا سوكري كيجيو فعلا غزلان وكيجيو خاويين وكيجيو سورتو بنينين لي زانغغيديون كيما شفتو ما داخلينش فيهم بزاف ديال لي زانغغيديون. دونك جو فوز امبراس غادي نقول لكم ا تري بيانتو ريستي سور ما شين باش تشوفو الجديد توجور معايا ا لا بروشين.